وقام المغرب يطحن وجاب بايقة ما قطن عرفت قاع اللي ينقلها السنتوح لوك الشرقين يقولوا لها الربط وهما كلمتهم تعبير وهما أصح من تعبير السنتوح هي ربط ضربت الزمن بالدنيا بس من ماشي مرة خنفرة في الأول ذاك إلا في الأول من ورق زيز إلى البحر عن فريتان صف الحرب انتهى ده بايقة ولا ما هو بايقة حد يعدد البايقة من ورق زيز إلى البحر عن موريتان بايقة ولا ما هي بايقة بايقة إذا الحرب انتهى وقفت فاق صف لعبة تركة انتهى اللي حرق شراه حرقه واللي طاح على شراه طاح عليه واللي قبض شراه قبضه رويضة كميون خنشم دقيق خنشم السكر بيدون من ليسانس يا غدا شيء انتهى طيب وجات الطمانينة والآمن والراحة ومرقت الناس البادية ما كانت بيبلها وقالوا ييو قيل ذا الخط ييو قيل ذا ريدات ماذا نعنى ما قد سكنا مزيان الحال الناس الطمانينة بدات التنمية بجدور اللي احنا فيه برايكاتية بجدور مسلم مولانا يا عرفي طبعا بجدور اهله دائما كانوا هناتي وخيام هناتي وتعرف طاخوات كبيرة تعرفهم كامل اللي كانوا هون يا كورونا يا قير بجدور هو قبار العلامة الاساسية اللي بينت من ذي المنطقة تغيرت هو بجدور بالضبط اكثر من اي مكان اخر لانه تقريبا المراكز كاملة كان فيها شوي كان فيه شيء يا غرب الجدور ما كان فيه شيء يسوى هو شنو ما هو اللمبه ذيك ديال لمبه الواد طور ذي طور البوليساريو كان يخبط بين العيون والدور وعاد الربط مجاوره عند الرابوني عند راس الحمادة ملي كان حساب الوقف اطلاق النار ملي كانوا يخبطوا السنتور من ذيك الناحية المخيمات كانوا يسمعوا الانفاض اذا الحرب جاونا قالوا بانه الحرب انغلبنا فيها لين نجمدوا قضية خلال الحرب خلال سنوات الحرب الملك الحسن الثاني رحمه الله الملك العبقري الكبير بقى بأنه ذي الدول اللي مشاركة ما تمشي إلى الأشياء اللي ما فيها رجعة الأشياء اللي يندم عليها هو اقترح الاستفتاء يكان للناس لعل وعسى تمشي إلى السلم إلى التفاوض إلى التفاهم يعني الابتعاد عن الخطر قالونا الاستفتاء طيب جاء في ممتحدة وعدت ونشرت لائحة ديال القبائل ها لائحة قبائل لائحة طولها بنال فيها القبائل 34 قبيلة هذه هما قبائل الصحراء اللي خصنا نديروا تحليل الهوية وخصهم يقرروا المصير يعني يقير تقرير المصير يختلف عن جميع تقارير المصير اللي وقعت في بلدان أخرى ونواحي أخرى من الكون هذا ينقال تقرير المصير المبني على تحديد الهوية يعني بأننا خصنا نعرف فلان الفلاني هو من هو اسمه واسم بوه واسم جده واسم جد جد جده ومنين كان يصيف ومنين كان يخرف ومنين كان يشتوي ومنين كان يفسكي احنا نخرفوا في بليده ونشتوا 500 كيلومتر منها ونفسكوا في 1000 كيلومتر منها منين هي احدادت هذه القبائل احدادت هذه القبائل منقسمه على 4 دول المملكه المغربيه من بيزكارة الى
البحر عند قويرة. الجزائر من العباض لجنوب بشار شوي إلى الجبيلات جنوب تيندوف. موريتان من بير مغرين نعيب بن تيلي تل بير مغرين نعيب بن تيلي بمرورا بير مغرين مرورا بالزويرات مرورا بمقطير مرورا بشوم مرورا بإناد مرورا بالتميميشات إلى نواذيبو. مالي من تنبكتو تل تنبكتو إلى تودني تنبكتو سكانها توارب وزنوج ولكن من تل تنبكتو كامل إلى تودني هما نفس القبائل اللي موجودة في لائحة الأمم المتحدة بالضبط هما نفس القبائل. منين اختارت الأمم المتحدة شيء قالوا تقرير المصير المبني على تحديد الهوية وقالت ملي بأنه خصو يكون تقرير مصير عادل ما فيه قش ونزيه ما منسي حد منه وحر. ما تلقد يعود تقرير المصير العادل والنزيه والحر حقيقي إلا إلى شمل دي الناس كاملة هي وترابها القبائل وترابها. إلى جينا نعدودة الأمم المتحدة يتغير حدود 4 دول وده مستحيل ده غير ممكن ده غير مقبول. ده اللي خص القارة الإفريقية كاملة فين ما كاين حدود قاسمة قبيلة من طرفين ليتصبح متفاتنة ولتصبح الفتنة الكبرى اللي خالق منها دليل صغير ده هو رأيكم شاقل العالم كامل اللي قالوا دارفور تسمعوا بدارفور دارفور تسمعوا به والله بدون شفتوه في التلفزيون في الجزيرة دارفور شتوه هذا دارفور راهم لا قبائل لهم قرون وقرون هم مجاورين في نفس البلد يقير من جهة الفتنة الجار خبط جاره وطاح على حيوانه اللي عنده بقر ارتفدلو واللي عنده نياق ارتفدولو واللي عنده غنم ارتفدلو. هذا كان عندنا في القرون الماضية في النواحي تعرفوا عم السيدة الفلانية تحرير الفلانيين والفلانية عمل الفلانيين ما قادرهم يا كانوا خيام يتامى يا كانها خالي عليهم يا كانوا ذو نياق هم معاشهم السيبة التامة غزوة ما هي غزوات هي تنقل للرسول صلى الله عليه وسلم انقلها الغزيات ما هي الغزوات غزوات خاصة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلها شيء السعد إذا الاستفتاء مستحيل الاستفتاء مستحيل ما يمكن كذبة قش لأنه كيف جاي تستفتي جزء من التراب وجزء من القبائل هذا قش للمغرب وزور والمغرب ذاك هو علاش ما قبلوه ولا يقدر يقبلوه المتحدة قالت بينها ما تقدر تطبقوه لا سياسيا ولا تقنيا ولا قانونيا استفتاء إذا جبهة البوليساريو قلنا بأنها أبناء المقاومين المغاربة ما عندها حجة تاريخية تقول بأنه الصحراء قد انفصلوا عن المغرب في أي فترة من الفترات الحرب خسرته رغم كل شيء الحرب راه ما أخذ شيء من عطانها ومشي من الجزائر فقط وحدها الصواريخ اللي ما القطعات عند جيوش نظامية لدول تعاطفوا